انتهاء أزمة قندوسي المملة الخنيقة اللي بقالنا سنين بنتكلم فيها. قندوسي جاي له يا جماعة خلاص، عرض رسمي من النادي العربي الكويتي ب 400 ألف دولار للاعب و200 ألف دولار للنادي الأهلي، والنادي الأهلي موافق واللاعب موافق والدنيا تمام والدنيا زي الفل واللاعب مستقر تماما، خلاص هيروح العربي القطري. ده بالنسبة لقصة قندوسي. بالنسبة لقصة عمار حمدي يا جماعة، عمار حمدي رسميا سنة على سبيل الإعارة في نادي القولون العرب، واللاعب هيتقاضى 3 مليون جنيه من نادي المقاولين، ونادي المقاولين هيدفع 2 مليون جنيه للنادي الاهلي قيمه التعاقد بالنسبه لسنه على سبيل الاعاره بالنسبه للاعب المتميز جدا. خلصت قصه قندوسي، خلصت قصه عمار حمدي، الموضوع خلصان، الموضوع تمام، النادي الاهلي مركز تماما في المعسكر اللي هيقام من يوم ان شاء الله 28 ليوم 6 ان شاء الله الفتره القادمه. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لجميع الانديه المصريه، واحلى مسا على الاهلاويه.